وانا كل يوم باجي هون ليه؟ لان انا مسقط راسي بصفوري، انا ولدت بصفوري من مواليد صفوري، وتهجرت منها بال 48؟ وتهجرت بها من 48. قديش كان عمرك عمي لما 48 الحرب؟ 17 سنة. كنت واعي على الحرب. كنت واعي على الحرب، بدناش نحكي أكثر من هيك، أكثر كنت واعي بالحرب هلا. بس كل يوم ترجع تقعد هون في نعم، صفوري. يوم يوم. طب هلا بالله أنت كيف بتشوف أصعب أيام ال 48 ولا أيام اليوم؟ والله أرزل من بعضها البعض، بس اليوم أنا بشهد إذا بدني أنا بحكيها، دوما بحكيها. بقول وين بلاقي غزة، وبقول لنا من غزة بدبوس ايده. انا بدبوس ايد الغزاوي لو انه طفل، لانه طلع بفلسطين بالشرجل من الغزازو، وهاي الحقيقة. شايف يعني الغزازو يا عم قاعدين يقتلوا باللحم بالرغم. بدناش نقول لك اذا رئيس امريكا ووزير دفاعه ووزير خارجيته جاي يرفضوا من غزه ولا لا؟ دولنا العربيه بال 67 اجتمعت من المغرب للمشرق 6 ايام، لا 6 ساعات، حتى ليش نقول 6 ايام؟ خلينا واقعيين. ابغى يحكي الواحد اللي غزه هاي اللي، ومعلش اللي بموت بيجي غيره، واللي بموت الله يرحمه، فيش قتال بلا موت. هذا اللي بقول لك فيه قتال بلا موت ما تردش عليه. يعني روسيا بالحرب العالمية 27 مليون راح من روسيا بالحرب العالمية واللي بفكر انه بده خاف من الموت بقاتل، ايش الناس بتركبه. وين شايف وضع البلد رايح عمي؟ ان شاء الله انا متأمل من الله، اذا املي انا انها هاي تكبر، هاي اللي احنا بيها تكبر، وان كبرت بكون الوضع مليح، وان خلصت على مثل ما هي بكون الوضع مش نافع. ليش؟ ان كبرت رايحت لبلاد الذايق، بدناش نقول خرافيقة، المختصر مبين. شايف اذا كبرت بجوز تدخل اكثر من دولة شايف. وإذا خلصت هيك رجعنا مثل ما كنا، مثل اللي نط حيش السمين عن الحمارة جا منه غاز، قال هيك كنا، يعني بنرجع مثل ما كنا. إذا انتهت هاي الخرافية إنه وقف إطلاق نار وغزة محاصرة، ظلينا مثل ما إحنا، كل التضحية ظلينا مثل ما إحنا، مزبوط ولا لا؟ بقول لك شيء وحيد، هاي غيمة غيمة ومارقة. يعني هذا الوضع اللي احنا بغيمه ومرقه، بدل السنه تسلم 75 واخرى 75، النهايه معروفه. هاي البلاد اجت عليها غزوات يابا كثير من قديم الزمان، من الصليبيين كانوا يقولون الفرنج وغير الفرنج والتتار، ولا كلها اجت وزالت. هاي البلاد بظلش بها الا اصحابها، ما تخافش لو بظل واحد من هاي البلاد اللي تبقى له. اجت غزوات على هاي البلاد اكثر من اللي موجوده هسه.